منحة دولية تكشف حجم انهيار التعليم في العراق، وأكثر من 90% من الطلاب يعجزون عن فهم ما يقومون بقراءته في بلد صدرت حضارته العلوم للعالم، وكان نظامه التعليمي من أفضل الأنظمة في المنطقة بعد أن بلغت نسبة الأمية فيه صفراً وفقاً لليونسكو في سبعينات القرن الماضي. منذ العام 2003 والعراق يشهد انهياراً في كل شيء، ولم تسعفه المبادرات الدولية في التقدم، وظل التراجع سمته الأبرز منذ نحو عقدين من الزمن بعد أن بدد الفساد أموال تلك المبادرات، وبعد أن طال الدمار البنية الأساسية للمجتمع من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وميليشياتها المتنفذة، والتي عمدت وبشكل ممنهج على إفشال التعليم، سواء بتهديم لبنته الأساس المتمثلة بالمدارس تحت ذريعة إعادة بنائها، أو ضعف المناهج التعليمية وإقحام الطائفية فيها، فضلا عن عدم تطوير الطواقم التعليمية أو الارتقاء بمستواها. يا وزير التربية، هاي قدامك هذا الصف، ما أعرف هذا كلش خارج عن ما نقدر أصلا، وهاي الكهرباء طبعا هاي الطائفة وضعها خطر جدا. وزير التربية الحالي الغاضب من تقرير البنك الدولي حول تدني مستوى التعليم في العراق لم يخجل من وضع المدارس المتهالكة ومدارس الطين في بلد الميزانيات الانفجارية الذي يدير عمليته التعليمية، إلى جانب الفساد المستشري في أروقة وزارته التي لم تتمكن في أحسن أحوالها من توفير الحماية للتربويين في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم، بعد أن سادت لغة العنف وانحسرت لغة العلم في ظل التسرب الكبير للطلاب وارتفاع مؤشرات عمالة الأطفال. خراب يلخصه الواقع المتردي وتفشي الأمية، وينذر بسنوات أكثر سوداوية من تلك التي نعيشها الآن، بعد أن تفشى التخلف وأصبح أرضية مناسبة للميليشيات وتنامي سطوتها القائمة على تجهيل المجتمع،